في خطوة تصعيدية جديدة للأزمة بين الجارتين، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً يعمل بالوقود الصلب، مما يوفر تقدماً تقنياً واستراتيجياً كبيراً لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح، في حين أن صواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق تعمل بالوقود السائل. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب تظهر ثباتاً أكبر وتكون أسرع من ناحية عملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشافها وتدميرها أصعب. الصاروخ الجديد تم إطلاقه من نفق مجهز تحت الأرض، ما يمكنه من التزود بالوقود بعيداً عن الأنظار. وتتميز الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بسهولة التخزين والنقل، كما يمكن إطلاقها دون أي تحذير أو وقت للتجهيز، وتهدف إلى تعزيز سرعة عمليات الإطلاق. ومنذ سنوات بدأت بيونغ يانغ العمل على صنع صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب لتطوير ترسانتها لمحاكاة هجوم نووي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.